جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. دخلت المسجد ووجدت الإمام في التشهد الأخير، هل أدخل مع الجماعة في الصلاة؟ وهل إذا دخلت معهم في الصلاة أكون قد أدركت الصلاة وأدركت الجماعة، أم أنتظر بعض الناس وأصلي معهم جماعة؟ أفيدوني أفادكم الله. إذا كنت تعلم أن هناك أناسا سيأتون فإنك تنتظرهم وتصلون جماعة، وأما إذا لم تعلم أن هناك أحدا سيأتي فإنك تدخل مع الإمام فيما بقي، ولكن فضل الجماعة قد فاتك، لأن الصحيح من قول العلماء أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، وأما ما دون ذلك ففيه أجر وفيه فضل المتابعة للإمام، لكن لا تكون مدركا لفضل الجماعة الذي هو 27 درجة أو 25 درجة. وهذا مما يؤكد على المسلم أن يبادر الحضور إلى المسجد بعد الأذان مباشرة حتى يفوز بالجلوس في المسجد وانتظار الصلاة بعد أداء تحية المسجد وذكر الله عز وجل بالقرآن أو بالتسبيح والتهليل وإدراك صلاة الجماعة من أولها، فضائل عظيمة لا يفرط بها المسلم. نعم.